الأستاذ الدكتور مدير المركز، السيد الأستاذ الدكتور مدير المعهد، السادة الأساتذة الدكاترة والوكلاء، السيد الدكتور مدير قسم حوسبة بساتير، السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله تعالى وبفضله أولى حلقات ورشة العمل الخاصة بمحصول الموالح. يعد محصول الموالح من أهم محاصيل الفاكهة الأكثر انتشارا على مستوى العالم، حيث يحتل مراتب متقدمة من حيث المساحة أو المال الإنتاجية بين محاصيل الفاكهة الأخرى. كذلك يحتل المكتبة الأولى مساحة وإنتاجا وتصديرا في مصر. ويرجع ذلك إلى أن الجين سيترس يضم مجموعة كبيرة من التراكيب الوراثية متمثلة في العديد من الأنواع والأصناف التابعة لهذا الجنس، مما ساعد ذلك تلك الأنواع أو الأصناف أو السلالات التابعة لها على الانتشار في أماكن كثيرة من العالم شمالا وجنوبا شرقا وغربا. ولو نظرنا إلى جمهورية مصر العربية والتوزيع الجغرافي للموالح، طبعا الزملاء هيتناولوا هذا الموضوع في سيشن آخر، ولكن هنلاقي من الجنوب للشمال هنلاقي أصناف تصلح للزراعة في الجنوب وأصناف أخرى وأنواع أخرى تصلح للزراعة في الشمال، وهكذا الغرب وهكذا شرق البلاد. رغم ذلك فإن مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط صيف معتدل وشتاء دافئ، يعتبر المناخ المناسب لنمو وإزهار ونضج وتلوين الثمار. ولكن مع المتغيرات الحالية في عوامل المناخ وقلة الموارد المائية المتاحة ومع الزيادة المضطردة في تعداد السكان، نجد أنفسنا أمام معادلة صعبة لا يصلح معها الارتباط بالظروف المثالية لهذا المحصول أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية. وهنا يأتي دور العلماء والباحثين في هذا المجال لإيجاد حلول تطبيقية واقتصادية لزيادة الإنتاج، إما زيادة رأسية أو بزيادة الإنتاج أو أفقية بزيادة وحدة المساحة وتحسين الجودة وتقليل نسبة الفاقد في المحصول، أو توسع الأفقي في ظل تحديات كبيرة سواء بعدم ملائمة التربة أو توفر مياه مناسبة مع التغلب على بعض مشاكل المناخ إلى آخره. وهنا يأتي الحديث عن مجموعة من أشكال مختلفة للإجهاد الذي سيواجه أو سيواجه شجرة الموالح، وهو موضوع المحاضرة. العنوان الرئيسي للمحاضرة دي أو الكلام اللي في إيدي هو إدارة مزارع الموالح أو حدائق الموالح تحت ظروف مختلفة من الإجهاد. تعريف الإجهاد، اختلف العلماء في تعريف الإجهاد، ولكن كانت هناك صيغة أكثر دقة أو أكثر توافقية، وهي أنه كل قوة أو كل تأثير ضار يعطل النشاط المعتاد لأي جهاز نباتي. أنواع الإجهاد الذي تتعرض له أشجار الموالح، أشجار الموالح معرضة لعدة أنواع من عوامل مختلفة من الإجهاد، أهمها الحرارة، البرودة، فائض الماء في التربة اللي هو الاختناق اللي هو موجود حاليا دلوقتي تقريبا الدلتا عايمة على بركة مية تقريبا، العجز المائي اللي هو الجفاف والملوحة، وهو ما يطلق عليه كل الأمور دي أو هذه الأنواع الأبيوتيك ستريس أو العوامل الحيوية زي الأمراض أو التنافس ما بين النباتات، وده يعتبر أو يتحط تحت البيوتيك ستريس. لذا لابد لنا أن نفرق بين نوعين من الإجهاد، وهما الإجهاد الدائم بمعنى أنك قادم على زراعة هذا المحصول في منطقة قد قمت بدراستها جيدا ووجدت أن أغلب الظروف المحيطة بها مناسبة للزراعة نوع أو أكثر من أنواع الموالح لكل، لكن هناك قصور في كمية المياه المتاحة أو المياه منخفضة الجودة أو ستتعرض الأشجار لبعض الظروف المناخية غير ملائمة في فترة معينة من الموسم مثل ارتفاع درجة الحرارة عن الحد المناسب أو انخفاضها أو هبوب رياح إلى آخره. وهذا النوع من الإجهاد ليس هو المستهدف مناقشته في هذا المحفل،
ولكن إذا كانت هناك ضرورة ملحة للزراعة للزراعة تحت مثل تلك الظروف، فإنه يجب على المنتج الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال لوضع حزمة من التوصيات الفنية للحث من الآثار السلبية المترتبة على تلك المعوقات. مثال لذلك بالفريق تدخل السادة العاملين في مجال الهندسة الوراثية بإدخال جين أو منع نشاط جين معين للتغلب على مشكلة الجلوحة مثلاً، مثلما فعل في الماضي القريب العالم الأستاذ الدكتور أحمد مستجير رحمه الله عندما حاول نقل جين معين من نبات البوص البري النامي على شواطئ البحيرات المالحة، ومسؤول عن زيادة قدرة النبات على تحمل تركيزات عالية من الجلوحة إلى نبات القمح. عندنا في الموالح من الثابت علميا أن أصل الموالح بوسيرة سريفولياتا بيتحمل البرودة ومقاوم لفيروس التريستيزا ويتحمل انخفاض درجات الحرارة، وتمت الاستفادة منه من خلال برامج التربية أو التهجين لإنتاج أصول تحمل تلك الصفات المرغوبة في مجال إنتاج الموالح. كذلك اهتمام برامج التربية والانتخاب والنهوض بإدخال أصناف أو أصول من الموالح لها القدرة على تحمل الجفاف أو الانهياد المنفي أو انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها إلى آخره. الانهياد المؤقت وهو المستهدف مناقشته في هذه الورشة، وهو ما قد يحدث فجأة أو على فترات متباعدة زمنية ولم يكن متاح للمنتج معلومات كافية عما سوف سيتعرض له المحصول من عوامل الإجهاد، مثلما حدث أن تعرضت منطقة المبارية منذ سنوات قليلة مضت لموجة من البرودة من البرد الشديد وصل إلى هطول سلوك قضت على الأخضر واليابس في ذلك العام، ونتج عنه خسائر كبيرة وصلت إلى ملايين البنيهات. ونظرا لتعدد الأشكال ومصادر الإجهاد المؤقت الذي قد تتعرض له شجرة الموالح، ولعدم توفر الوقت الكافي لتناولها كاملة أو بالتفصيل، لذا سأكتفي بذكرها فيما يلي. الإجهاد الناتج عن سوء إدارة العمليات الزراعية والخاصة بخدمة المحصول خلال الموسم، زي إدارة الري، زي التسميد، زي مقاومة الآفات، زي التأليم، زي مقاومة الحشائش. في عوامل أخرى، عوامل خاصة بالمناخ زي درجات الحرارة المرتفعة أو والمنخفضة، الصقيع، الأمطار، السيول، الرياح، بس الرياح اللي في حدود العواصف، الضوء. وفيما يلي سأكتفي بالتركيز على نوعين أو أكثر من الإجهاد المؤقت الذي قد تتعرض له شجرة الموالح. أول نوع من هذه الأنواع الجفاف وهو الناتج عن عدم توفر الاحتياجات المائية اللازمة للأشجار. أضراره على الأشجار من أهم الأضرار الفسيولوجية التي تسببها الجفاف الناتج عن نقص المقنن المائي هو ضغط ناتج البناء الضوئي وتدهور في الوظائف التي يقوم بها الصهور من تبادل غازي إلى آخره. الوجه الآخر للجفاف اللي هو الإسراف في إضافة مياه الري. إن إضافة مياه الري إلى مستوى درجة التشبع التام للتربة لفترة قد تصل إلى 72 ساعة، فإن ذلك يؤدي إلى نقص الأكسجين حول البذور، مما يتسبب في زيادة نسبة تساقط الأزهار والعقد الصغير خلال فترة الأزهار والعقد، نقص في عدد النموات الحديثة مع بداية موسم النمو، نقص في التمثيل الضوئي، ضعف في وظائف الصغير، زيادة تركيز الحمض الأمين البرومين في البذور عنه في الأوراق، زيادة معدل تراكم النشا في الأوراق رغم انخفاض نسبة الكربوهيدرات الكلية. لذا كان من الضروري على المسؤول عن إدارة الري بحديقة الموالح خلال فترة الإزهار والعقد أن يتبع الآتي تحت ظروف الري السطحي الغامض. يتم إضافة المياه على الحالي من ضمن التوصيات المهمة لتفادي الري أو إسراف الري. يتم الري على الحالي بالحوال على ألا تزيد نسبة الرطوبة تحت الأشجار عن 80% من الساعة الحقلية،
مع تطوير الفترة الزمنية بين الرية والتي تليها. تحت ظروف الري المتطور يراعى الالتزام برفع كفاءة شبكات توزيع المياه وتوحيد تصرف المحطات أو الرشاشات وألا يتجاوز المقنن المائي احتياجات الأشجار خلال تلك الفترة المؤثرة على المحصول. إيه أسباب الجفاف؟ انخفاض مفاجئ في كمية المياه المتاحة، عدم ملائمة المقنن المائي للمساحة بالزمام، سوء توزيع مخصص المائي على مساحات الزمام، إهمال صيانة القرع الموصلة للحصة المخصصة، نضوب أو انخفاض واردات الآبار، عطل مفاجئ في آلات الري. دي كلها تقريبا بنحصل فيها أسباب الجفاف. أما الإسراف في إضافة المية اللي هو الري التغريق فإنه ناتج عن عدم دراية المنطق باحتياجات الأشجار من المقنن المائي المتاح، انخفاض معامل نفاذية أو وجود طبقات صماء قريبة من سطح الأرض، انخفاض كفاءة شبكات الري وعدم تجانس تصريف المحطات. مدى إمكانية الحد من أضرارها، أضرار الجفاف أو التغريق، اللجوء إلى إجراء بعض المعاملات البستانية مثل إجراء تأمين خفيف بغرض إيجاد توازن بين المتاح من المياه والمستهلك منها، عدم إصابة التربة بين صفوف الأشجار، ترك الحشائش عند الحد الاقتصادي اللي هو نظام السد بين الأشجار، الري باكر أو ليلا، تحسين مستوى الصرف للحديقة مكشوف أو مغطى، إضافة أحد المواد الآتية زي البرومين، حمض أمين البرومين، الأبسيسيك أسيد أو الجاسمونيك أسيد أو السلاسينيك أسيد رشاً على الأشجار أو إضافة مع ماء الري. السبب الآخر من عوامل الإجهاد المسبب اللي بتواجهها أشجار الموالح الملوحة، وهو ما يطلق عليه العطش الفسيولوجي أو الوجه الآخر للجفاف. مصادر الملوحة: من الطبيعي أن المنتج قد قام بإجراء الدراسات الفنية المطلوبة للتربة ومياه الري وأخضع نتائج تلك التحاليل للمعايير المطلوبة لزراعة أشجار الموالح ووجدها مناسبة للزراعة، حيث أن مياه الري ومستوى الأملاح بها هو الأكثر على الأشجار، حيث يوصى بعدم ري أشجار الموالح بمياه ري أكثر من 1000 جزء مليون في الأراضي الرملية جيدة النفاذية، 750 جزء في المليون في الأراضي متوسطة النفاذية، 500 جزء في المليون في الأراضي الطينية. ملوحة التربة لا يعتد بها كثيرا، حيث يمكن إجراء بعض معاملات تحسين التربة يمكن إصلاحها وزراعتها، لكن ما نحن بصدد مناقشته في هذا المقام هو الإجهاد الملحي المؤقت الناتج عنه، يا إما ارتفاع مفاجئ في ملوحة مياه البئر، الإسراف في إضافة الأسمدة الكيماوية، ارتفاع مستوى المياه الأرضي في الحديقة، ده بيسبب على الأشجار، حيث يكمن ضرر الملوحة أساسا في ارتفاع تركيز أيوني الصوديوم والكلورين اللذان يسببان سمية للبذور يترتب عليها موت للأشجار. كذلك ارتفاع الضغط الأزموزي في محلول التربة حول المجموع الجذري مما يعيق انتقال الماء أو العناصر الغذائية إلى باقي أجزاء النبات، مما يترتب عليه ضعف عام للمجموع الخضري وتساقط الأزهار والثمار وجفاف رجعي للأطرة واحتراق الأوراق ينتهي بموت الأشجار تماما. التوصيات الفنية للحد من أضرارها: إضافة الأحماض العضوية مثل الهيومات البيوتاسيوم بمعدل 1 كيلوغرام من فدان مرة كل من 3 إلى 4 أسابيع، إضافة الحمض الأميني برولين بمعدل 30 جرام من فدان حقن مع ماء الري أو الرش بمعدل 30 جرام من هذا الحمض بكل 600 متر مية، حقن حمض السلسلة أسد بمعدل 300 جرام من فدان. يتم هذا الإجراء بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من علاج المشكلة الأساسية، تغيير البئر، ضبط برنامج التسميد، إنشاء شبكة مناسبة من المصارف إلى آخره.
النوع الآخر من الإجهاد هو عوامل المناخ. من الواضح أن هناك تغيرات ملموسة في عوامل المناخ التي تتأثر بها الكائنات الحية على سطح الأرض ومنها النبات. ونحن في هذا المقام لسنا بصدد التعرض لهذا الموضوع سوى فيما أن يسبب هذا التغير في تلك العوامل من أضرار على محصول الموالح. وما تم إنجازه من توصيات لتقليل الآثار الضارة لتلك التغيرات بالنسبة لدرجة الحرارة المرتفعة، من الطبيعي أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً تدريجياً مع نهاية فصل الشتاء وتصل إلى ذروتها خلال شهر يوليو وأغسطس. يتخلل هذه الفترة حدوث تذبذب ما بين الارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة، ومقدار هذا الفرق بين تلك الزيادة أو الانخفاض وكذلك طول الفترة الزمنية التي يتعرض فيها الأشجار لهذا التذبذب يحدث إجهاد للشجرة. فإذا حدث هذا التغير خلال فترة الإزهار أو العقد وهي فترة غير مستقرة مناخيا، يحدث تساقط الأزهار أو الثمار الصغيرة أو ما ينتج عنه هو ما ينتج عنه انخفاض المحصول النهائي. وإذا حدث ارتفاع درجة الحرارة في أشهر الصيف عن المعدل الطبيعي اللي هو في حدود 38 درجة مئوية، قد يصل أو في بعض الأحيان إلى 45 و48 درجة، يترتب عليه توقف شبه تام للنمو الخضري، بطء في معدل زيادة حجم الثمار، إصابة بعض الثمار بلسعة الشمس وخاصة تحت ظروف الأراضي البديلة. وحتى يتمكن المنتج من تقليل حدة هذه الأضرار عليه تطبيق حزمة من التوصيات كالآتي: متابعة بيانات الأرصاد الجوية المتاحة بخصوص كل منطقة أو الاتصال بالهيئة باستمرار من خلال وسائل الاتصال المتاحة، الاهتمام بزراعة مظبطات الرياح المناسبة وبالمواصفات الموصى بها قبل غرس الأشجار بمدة لا تقل عن سنتين على الأقل، الاهتمام بالري مع مراعاة الصيانة الدورية للشبكات الري والري باكر أو آخر النهار، أن تتناسب مسافات الغرس مع سلوك النمو القدري للأشجار وتطبيق الطرق الصحيحة للتأليم على أن تكون نسبة الكسائي القدري للأشجار في حدود 75% من المساحة المخصصة لها. اتباع الطرق العلمية السليمة عند إضافة الاحتياجات السببية للأشجار، عدم المبالغة في التخلص من الحشائش عن طريق العزيق وخاصة الحولية منها خلال الفترة من مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر، والاستعاضة عنها بالحش أو التأذير أو الرش بالبيدات الحشائش التي تؤثر على الحشيشة بالملامسة، رش بعض مضادات النتح المتاحة، الرش ببعض المواد التي تقلل عملية النتح ويفضل الطبيعية منها زي مادة الكاولين. بالنسبة لدرجات الحرارة المنخفضة، من الثابت علميا أن تأثير درجات الحرارة المنخفضة دون 7 درجة مئوية هو تأثير تراكمي، وعند تعرض الأشجار إلى درجة حرارة ما بين 0 و1 درجة مئوية أكثر من 10 ساعات متواصلة تحدث أضرار جسيمة للأشجار فتصل إلى الموت النهائي في الزراعات الحديثة. أما الأضرار التي تحدث للأشجار الموالح عند التعرض المفاجئ لدرجة حرارة منخفضة، يحدث تساقط الأزهار والثمار الحديثة أو محتملة النمو على الأشجار، احتراق ومرض كامل للنموات الحديثة عمر سنة أقل، مرض كامل للغرس الحديث. التوصيات الفنية لتقليل مثل تلك الأضرار تشمل تلك التوصيات جزء كبير مما تم التوصية به عند تلافي أضرار ارتفاع درجات الحرارة في الجزء السابق، ومنها متابعة بيانات الأرصاد إلى آخره والاهتمام بمصدات الرياح والري وهكذا. بنضيف عليها إن في بعض المعاملات زي رش المياه أو لو أنا عندي خبر إني أو أنا توقعت إن في انخفاض درجة الحرارة أروي رايه خفيفة، أبدأ أقلل معدلات التسميد في تلك الفترة وهكذا أقدر أتفادى انخفاض درجة الحرارة. رش
رش الحمض الأميني ترولين رش الحمض العضوي ما زي السلسلة. الرطوبة النسبية في الهواء ترجع أهمية هذا العامل إلى ضرورة توفر مدى معين من نسبة الرطوبة في الهواء خلال فترة الإزهار والعقد، وخاصة للأنواع أو الأصناف بكرية العقد أو الخالية من البذور زي البرتقال والبصورة والكلمنتين والليمون خالي من البذور إلى آخره. ويعد هذا العامل من المحددات الرئيسية لانتشار مثل تلك الأصناف. ويعني أنا شايف إن مفيش داعي لمناقشته، إلا إن هو في بعض المزارعين والمنتجين بيقعوا في هذا الخطأ زي الناس اللي بتزرع في منطقة إسماعيلية أو السويس وبيشتكوا من عدم إثمار مثل هذه الأصناف رغم إنها بتزرع وهكذا. ولكم منا خالص التحية والتقدير، رجينا من الله عز وجل دوام التوفيق والنجاح. معلش أنا في مقولة كده وحبيت أنقلها بس لأساتذتي وإخواني وزملائي. كان قالها جورج زينت عن البحث العلمي، وهو ممكن حضرتك تكبري لي بس البحث العلمي هو أن تطلع على كل ما يعرفه غيرك وأن تفكر فيه ما لم يفكر فيه أحد غيره. جورج زينت مكتشف فيتامين جيم والحاصل على جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب سنة 37 مساء الخير.